خدنا المرة اللي فاتت الفور بار ميكانيزم الانفيرجنز المختلفة يعني في كراك بروبر اي ميكانيزم يا شباب بناخده احنا المفروض ان احنا بنعمل له بوزيشن وفلوستي واكسلريشن وفورس اناليسيس. قلنا البوزيشن اناليسيس بنعمل فيه ايه؟ رسم الديسبليسمنت. ايوه رسم الديسبليسمنت ديجرام اللي هي العلاقه بين الانبوت والاوتبوت، حركه الانبوت حركه الاوتبوت، ومسار اي نقطه في الميكانيزم، مسار اي نقطه في الميكانيزم. من الميكانيزمات المهمه برضه اللي هو السلايدر كرانك ميكانيزم، سلايدر كرانك ميكانيزم او اللي هو بنسميه الانجن ميكانيزم. الانجن ميكانيزم يا شباب او السلايدر كرانك ميكانيزم، احنا قلنا نقول سلايدر كرانك ميكانيزم الاولين ده ليه الانبوت، يعني الانبوت عباره عن سلايدر كرانك ده الاوتبوت ميكانيزم، يعني ده بيحول حركه السلايدر اللي هي ريسبريكيشن الى حركه كرانك اللي هي ايه حركه روتيشن. هو عباره عن فور بار ميكانيزم، الفور بار اللي هو كرانك روكر، فور بار اللي هو كرانك روكر. الروكر بيتحرك ازاي يا شباب؟ حركه اوسيليتنج، يعني اخر نقطه فيه بتعمل ايه؟ ارض. طب تخيل لو الروكر ده بقى طويل جدا، الارض ده هيقرب من ايه يا شباب؟ يعني كل لو عندك ارض كل ما بتزود الريديوس بتاعه اللي بيحصل للارض بيبطئ شويه، بحس ان هو بيقرب من ايه؟ من ستريت لاين، قرب من ستريت لاين. فاحنا عندنا ده كده فور بار ميكانيزم، ده الكرانك، ده الكابلر، وده الروكر. الروكر هنا بيتحرك على ارك كبير، الريديوس بتاعه كبير، فكانه ايه؟ كانه بيتحرك على ستريت لاين. فاحنا بنستبدل الروكر ده بسلايدر او بستوب. هو نفس الميكانيزم بالظبط، عباره عن فيكسد لينك كرانك هنا، بس الكابلر هنسميه كونكتنج رود، وبعدين الانجن او للاسف البيستون او ايه السلايدر، نسميه سلايدر نسميه بلوك نسميه بيستون ايا كان. فهنا طبعا الحركه عندي هنا ده بيتحرك في ايه؟ حركه روتيشنال، يعني ده كرانك وده بيتحرك حركه اوسيليتنج، اسف ريسبريكيتنج، حركه ريسبريكيتنج. الفرق طبعا بين الاوسيليتنج والريسبريكيتنج، الريسبريكيتنج ده لينير والاوسيليتنج ايه انجلر. يبقى احنا عايزين دلوقتي نحفظ اسماء اللينكات بتاعت الانجن ميكانيزم او سلايدر كرانك ميكانيزم زي الفور بار ميكانيزم. الفور بار ميكانيزم كان فيه كرانك كابلر روكر او فورورد اللي هو بيطلع روكر او بيطلع كرانك ايا كان. الانجن ميكانيزم عباره عن كرانك كونكتنج روت بيستون او سلايد. ده طبعا الفريم او الفيكسد لينك اللي هو اللينك الثابت. الحركه بتاعت الانجن ميكانيزم كده يا شباب الكرانك الكونكتنج روت والبيستون او سلايد حركه ريسبريكيتنج ودي
حركات روتيشنال. مين فيهم الامبت ومين فيهم الاوتبوت؟ احنا قلنا في ابلكيشن للكلام ده ايه هو؟ ايه هي الانجن بتاعت العربية نفسها. فبيبقى فيها مين الانبوت؟ سلايدر اللي هو بيدخل الخليط بتاع الغاز مع الهواء وبعدين بيحصل احتراق فبيتحرك ده ايه؟ حركة ريسبريكيتنج يحولها الى حركة روتيشنال اللي هي بتوصلها بعد كده بالجير بوكس والعجل. في الكمبريسور ونفس الميكانيزم ده بس ايه؟ بيبقى فيه موتور متصل مع مين؟ الكلام فبيحوله حركة دورانية فبيخلي البستون يعمل ضغط للهواء اللي موجود في السلندر. واضح؟ يبقى ده ايه؟ الانجن ميكانيزم او السلايدر كرانك ميكانيزم. طبعا احنا لما نجيب عايزين نجيب علاقة بين الانبوت والاوتبوت يبقى علاقة بين ايه يا شباب؟ بين انجل ثيتا وبين ديستانس اكس. بتاخد ريفرنس بتاع الانجل ثيتا مثلا تعتبر لما يكونوا الاثنين على استقامة واحدة. لما يكونوا الاثنين على استقامة واحدة بيبقى البستون فين؟ بنسميها في التوب ديد سنتر. ولما يكونوا الاثنين منطبقين على بعض يبقى البستون فين؟ في البوتوم ديد سنتر. المسافة بين التوب ديد سنتر والبوتوم ديد سنتر قد ايه يا شباب؟ ده كده ده الكرانك. ضعف طول الكرانك هي دي المسافة بين التوب والبوتوم ديد سنتر. ده اللي بنسميها الاستروك. فاحنا بنرسم علاقة ما بين ثيتا بتاعة الكرانك مع الاكس اللي بيتحركها البيستون خلال الاستروك ده. يعني لما كان عامل انجل ثيتا زيرو كان الاستروك كام او كان اسف الاكس كام؟ لو اعتبرنا ان الريفرنس بتاعنا عند التوب ديد سنتر يبقى اعتبر ان اكس بكام؟ بزيرو. يبدا ايه؟ يقل 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 غلط لغايه ما يوصل ده 180 هيكون ده وصل لكام؟ للماكسيموم ستروك. وبعدين يبدا يكمل ال 360 بتاعته ده هيرجع من فين؟ من البوتوم الى التوب ديد سنتر. العلاقه ما بين الثيتا والاكس هي ديت الديسبيسمنت دايجرام. وعايزين نعرف كمان البوزيشن او اسف المسار بتاع اي نقطه. اي نقطه على الكرانك بيرسن سيرك نص قطرها المسافه بينها وبين السنتر اوف روتيشن. اي نقطه على البستون بترسم ستريت لاين. اي نقطه على الكونكتنج روت هي دي اللي بيبقى محتاجين ان احنا نعرف ايه مسار. المفروض ان احنا نعرف مسار اي نقطه على الكونكتنج. هتجيبها ازاي؟ يعني لو انت بتحرك ده كده لو حطيت بن مثلا في نص الكونكتنج روت هيرسم ايه؟ هيرسم مسار معين. هو هيطلع اليبس مش هيك هيرسم اليبس معين كده او مسار معين. هو ده مسار النقطه دي. بنجيبها ازاي؟ برسم بترسم الدايره بتاعت ايه؟ بتاعت الكرانك لو رسمنا الكرانك اهو الكرانك عامل زاويه زيرو الكونكتنج روت على استقامته وده اي مكان البستون ده هو ده الايه؟ التوب ديد سنتر. هنقول هنا ثيتا بتساوي زيرو اكس بتساوي زيرو. لما الكرنك مثلا عمل انجل 10 درجة فين البستون؟ نيجي هنا فين يا شباب؟ من هنا كده ونفتح فتحة تساوي طول الكونكتنج روت ويقطع الخط ده هيجي النقطة دي هنا يبقى دي كام؟ اكس واحد مثلا. ونحط هنا نعمل تيبل كده ثيتا واكس. ثيتا بزيرو اكس بزيرو. ثيتا ب 10 مثلا اكس باكس واحد. هتقيس المسافه اللي هي دي كده. جا هنا تعمل ايه؟ برضه من هنا كده فتحه تساوي كونكتنج روت تجيب مكان البستون. وتقيس المسافه من فين يا شباب بقى؟ من الريفرنس لاين اللي هو ده من عند اكس بزيرو. تقيس المسافه اللي كلها دي هتبقى هي ايه؟ اكس 2. تحط هنا قيمة اكس 2 مثلا دي كانت 20 اكس 2 بكذا وهكذا. هو كام؟ يطلع الاكس بكام عند 360؟ زيرو تاني. واضح؟ طيب واحنا بنعمل
نعمل الكلام ده عايزين نجيب مسار نقطة على الكونكتنج رود. مش انت وصلت ده كده؟ في الأول هنجيب النقطة دي وبعدين وصلنا ده هنجيب ايه؟ النقطة دي. النقطة مثلا في منتصف الكونكتنج رود أو في التلت والتلتين، فبتحدد من النقطة دي فين وبعدين النقطة اهي. هديلك مجموعة من النقط لو وصلت منها يبقى ده ايه؟ مسار النقطة اللي على الكونكتنج رود. واضح كده يا شباب؟ ده الانجن ميكانيزم. الانجن ميكانيزم او اللي احنا سميناه ايه؟ سلايدر كرانك ميكانيزم. سلايدر كرانك ميكانيزم. هناخد مجموعه من الميكانيزمات. لو تلاحظ في الانجن ميكانيزم البستون بيتحرك من التوب ديد سنتر للبوتوم ديد سنتر، بيكون الكرانك عامل زاويه قد ايه؟ من التوب للبوتوم يكون عامل 180، وبعدين من البوتوم للتوب تاني كمان 180. يعني البستون مشواره من الشمال لليمين خد ايه؟ خد زمن بيساوي الحركه بتاعته من اليمين للشمال. مش كده؟ ده 180 180. لو الكرانك بيتحرك بسرعه ثابته، طبعا عارفين ايه العلاقه بين السرعه والانجل؟ ايه؟ ثيتا بتساوي ايه؟ لو قلنا السرعه اوميجا، سرعه الزاويه اوميجا، يبقى اوميجا ايه؟ تي. اوميجا تي. فاذا كانت ثيتا ب 180 والاوميجا ثابته، يبقى التايم اللي بياخده في المشوار من اليمين للشمال زي التايم ده بالظبط. طيب لو البستون ده عباره عن طول آلة قطع يعني، وطبعا آلة القطع في مشوار اللي هو بنسميه الكاتنج ستروك بتروح ايه؟ بتقطع وهي راجعه، المفروض بترجع ما بتعملش حاجه. فانت لو عملت الطول ديت على انجن ميكانيزم، على الانجن ميكانيزم، يبقى انت الباور اللي طالعه من الموتور نصها فين؟ نصها في الهواء، نصها ضايع في الهواء. مش كده؟ يعني هو بيروح مشوار الكاتنج ستروك، هنسمي ده كاتنج ستروك وريتيرن ستروك. الكاتنج ستروك بياخد 180 درجه والريتيرن ستروك 180 درجه، يبقى نص الباور اللي طالعه من الموتور ضايع في الهواء. فعشان كده بنعمل ميكانيزمات اسمها كويك ريتيرن موشن ميكانيزمز. كويك ريتيرن يعني ايه؟ يعني انا عايزه في مشوار الكاتنج يمشي بالراحه، في مشوار الرجوع يمشي ايه؟ بسرعه. هل الكرانك اللي هو بيحرك التول دي هل هيتحرك بسرعات مختلفة ولا هي نفس السرعة؟ الكرانك ده متصل بالموتور والموتور بيتحرك بسرعة ثابتة. فالكرانك بيتحرك بسرعة ثابتة، لكن أنا عايز مين اللي يتحرك بسرعة بطيئة أو بسرعة سريعة؟ التول نفسها اللي هو السلايدر. التول نفسها فعايزها تروح ببطء وترجع بسرعة. عشان إيه؟ عشان أوفر في الباور اللي طالعة من الموتور. الكلام ده بنعمله بمجموعة من الميكانيزمات اسمها ايه؟ كويك ريتيرن موشن ميكانيزم. كويك ريتيرن ميكانيزم. الاصل هنا لو ده مثلا من هنا كده ده الوركينج ستروك او الكاتنج ستروك، وده طبعا هو نفسه مين؟ الريتيرن ستروك. انا عايز يروح بسرعة، يروح ببطء ويرجع بسرعة. الكلام ده بنحققه عن طريق مجموعة من الميكانيزمات هناخدها واحد واحد كده. أول ميكانيزم بنسميه الدراج لينك ميكانيزم. دراج لينك ميكانيزم عبارة عن إيه يا شباب؟ قوته A B O 4. ده إيه ده؟ إيه ده يا شباب؟ فور بار ميكانيزم. سيبك من الباقي يعني. O A B O 4 ده فور بار ميكانيزم. وصلنا بيه إيه؟ O4 B C. ده ايه ده؟ انجن ميكانيزم. يعني عباره عن فور بار ميكانيزم وانجن ميكانيزم. فين الكرانك بتاعي؟ فين اللينك اللي هيكون متصل بالموتور؟ اللي هو O A O
بيتحرك بسرعة ثابتة. الفوربار ميكانيزم بحطه بحيث ان هو يكون من النوع اللي هو دبل كرانك. دبل كرانك بمعنى ايه؟ ان الاوتو ايه هيتحرك في دايرة والاو فور دي هيتحرك برضو في ايه؟ في دايرة. بس هتكون سرعة الاو تو ايه كونستانت وسرعة ده ايه؟ متغيرة. سرعة ده متغيرة. لما هندخل في الاناليس بتاعت السرعات هنعرف ازاي الكلام ده. المهم هنا السرعة دي متغيرة. هتلاقي ان الدم لما بيتحرك في دايره. البيستون بيتحرك ازاي؟ رايح راجع. هتلاقيه بيروح الوركينج ستروك بتاعه ببطء ويرجع ايه بسرعه. ده بنسميه الدراج لينك ميكانيزم. دراج لينك ميكانيزم دي بعض الاطوال اللي هي المفروض تتحقق. طبعا هنا مش اطوال دي ايه عباره عن ايه. بقول لو ال ال1 بواحد فين ال1 ها كده ايه؟ اللي 2 اللي 3 اللي 4 اللي ايه؟ 5. فبقول لو ده بواحد يبقى التاني ايه؟ له نسبة منه بالنسب دي كده. لو خدت النسب دي هتطلع 4 بار ميكانيزم عبارة عن كرانك كرانك اللي هو دبل كرانك يعني والانجن ميكانيزم. البستون ده هيتحرك في مشوار الكاتنج بسرعه ببطء وفي مشوار الريتيرن بسرعه. يبقى ده اول ميكانيزم اسمه دراج لينك ميكانيزم. استغلينا ايه؟ استغلينا الفور بار دبل بنسميه الوايت وورث ميكانيزم. الوايت وورث ميكانيزم عباره عن كرانك طبعا فيكسد لينك اهو كرانك وبيستون سلايدر. بس السلايدر بيعمل ايه؟ السلايدر في الانجن كان بيتحرك ازاي؟ على اسم ثابت على لينك ثابت. هنا بيتحرك على لينك متحرك كمان على لينك متحرك. هنشوف الحركه بتاعته كمان شويه. فهنا بيتحرك ده بيتحرك كده وده بيلف برضو ايه حوالين النقطة دي كده متصل بالاوسيليتنج لينك كده عبارة عن لينك تاني اللي هو الكولكتنج رود وفي اخره ايه التول بتاعتي. الوايت وورث ميكانيزم من مميزاته ايه؟ ان ده كرانك لما بيتحرك ده بيروح ببطء ويرجع ايه بسرعة. ده اسمه الوايت وورث ميكانيزم. ده الكرانك شيبر ميكانيزم او الشيبر ميكانيزم باختصار بنسميه الشيبر ميكانيزم. الشيبر ميكانيزم اللي هو زي الميكانيزم بتاع المكشطه اللي انتوا شفتوها في الورش. طبعا شفتوا كلكم المكشطه في الورش. الشيبر ميكانيزم عباره عن ايه يا شباب؟ شوف انا طبعا هنا رسمه في وضعين في التو اكستريم بوزيشن. تعالى بص كده ده ايه؟ الكرانك. الكرانك بيتحرك مركز النقطة دي ده مركز الدوران بتاعه. في آخر الكرانك سلايدر متصل مفصلين ايه بسلايدر. السلايدر بيعمل سلايدنج على اوسيليتنج لينك في نهايته الاوسيليتنج لينك بيتحرك حوالين النقطة دي. في نهايته في كونكتنج روب وفي الآخر التول يا شباب الاوسيليتنج لينك ده اللي هو اللينك التول ده كده أقصى وضعه ده من ناحية اليمين فين؟ يعني هل ده ممكن يتحرك أكتر من كده؟ ليه؟ السلايدر مستوي عشان الكرانك حجمه هنا. يعني أقصى وضع إن هو يكون مماس لدايرة إيه؟ الكرانك. مماس لدايرة الكرانك، يعني يكون الكرانك عمودي عليه، ده أقصى وضع له. طب لما يتحرك الكرانك هيتحرك كده. لما يوصل للوضع ده هيكون الأوسيليتنج لينك فين؟ في الوضع اللي هو المرسوم باللون التاني. بقى وصل لاقصى وضع من ناحيه الشمال. هتكون الطوب اتحركت من فين لفين يا شباب؟ من الوضع ده؟ لا
دلوقتي الكرانك هيكمل بقى، مش الكرانك مش هيرجع، الكرانك هيكمل اللفه بتاعه. هيتحرك من فين لفين يا شباب؟ من الوضع ده لفين؟ للوضع ده. هتكون الطول عملت ايه؟ رجع التاني من هنا لهنا. طب شوف كده الانجل دي اللي هو اتحركها الكرانك اثناء حركه الطول من اليمين للشمال في الكاتنج ستروك. طب والانجل دي اللي هو اتحركها الكرانك لما الطول اتحركت من في الريترن ستروك من الشمال لليمين، انهي انجل اكبر؟ بتاعت الكاتنج. يعني معنى كده ايه؟ التايم بتاع الكاتنج اكبر من التايم بتاع الريترن. يبقى انا بالطريقه ديت حققت الشرط اللي مطلوب ان انا عايزه يرجع بسرعه، يرجع بسرعه. هنشوف الحركه بتاعت الشيور ميكانيزم ونشوف ازاي بيرجع بسرعه فعلا. اول شيء بدا ايه؟ كرانك ده السلايدر، ده الاوسيليتنج لينك، وده الكونكتنج روت، ودي الطول بتاعته. هنبدا نحركه ونشوف الحركه بتاعته ازاي. هنا هيبدا ايه؟ يرجع. ده الكاتنج ستروك. ملاحظين يا شباب الفرق بين السرعتين؟ رجع ازاي؟ رجع بسرعه لانه عمل انجل ايه؟ اقل. ودلوقتي انا عمل الكاتنج ستروك هيبدا ايه؟ رجع بسرعه. وبعدين هل الكرانك غير السرعه بتاعته؟ بيتحرك بنفس السرعه بتاعته، بس الزاويه المقابله اللي اتحركها الكرانك اثناء الكاتنج ستروك اكبر من الزاويه بتاعت الريترن ستروك. هو احنا بنعمل الميكانيزم ونسيب عجلة الجاذبية هي اللي تحركه؟ لا طبعا. لا. طب لو رأس العكس هيعكس يعني ولا ايه؟ يعني لو هو العكس عكس الكلام اللي انت بتقول، يعني هو لو رأسي كده يعني لو لف 90 درجة كده الكلام ده اللي انت بتقوله ده هنقول ان هو مظبوط. طب لو لف 90 درجة كده هل ده هيخلي الكاتنج ستروك اسرع؟ مين اللي بيحرك الطول ديت؟ الموتور بتاع الكرانك، حركه الكرانك. الجرافت الكلام ده كل ده معمول حساباته في ايه؟ ان هو يكون بالانسد من ناحيه الفورسز الستاتيك فورسز. دكتور معلش لو سمحت، هو اتجاه الدوران هيفرق في الحركه؟ دلوقتي اتجاه الكرانك كده مش كده؟ لو عكستي، لو عكستي الاتجاه الكرانك هتلاقيه نفس الكلام بيعمل انجل هنا صغيره، بس هيبقى ايه؟ هيبقى لها هو الايه؟ ده الريترن وده الكاتنج. في حاجه بنسميها الكويك ريتيرن موشن ميكانيزم، في حاجه بنسميها التايم ريشيو. التايم ريشيو ايه التايم ريشيو يا شباب؟ هو التايم بتاع الكاتنج على التايم بتاع ايه؟ ريتيرن. التايم بتاع الكاتنج على التايم بتاع ريتيرن. التايم ريشيو المفروض تطلع شكلها ايه؟ اكبر من واحد. لازم التايم ريشيو تطلع اكبر من واحد. طبعا التايم بتاع الكاتنج اللي هو بيساوي ايه؟ التايم بتاع الكاتنج اللي هو الانجل دي مقياس من الانجل دي على الانجل دي. الانجل دي اللي هي ايه؟ لو سميناها مثلا الفا او بيتا يبقى دي كام؟ 360 ناقص الالفا او البيتا دي. يبقى المفروض التايم ريشيو دي تطلع اقل من اسف اكبر من الواحد. اكبر من الواحد. هنشوف
ايه شباب ده؟ ده عباره عن ايه؟ انجن ميكانيزم. ادي الكرانك وبرسم مسار نقطه على الكرانك وده الكونكتنج روت وبرسم مسار نقطه موجود على الكونكتنج روت وبعدين البستون اللي هو بيتحرك طبعا في ايه؟ خط مستقيم. تلاحظ كده لما الاثنين دول هيبقوا على استقامه واحده هيبقوا منطبقين على بعض يعني هيكون ده وصل لفين؟ هيكون وصل للبوتوم ديد سنتر هيبدا يرجع تاني. كده عمل 180 فيبدا ايه؟ هيكمل الكرانك لكن البستون هيبدا يرجع تاني. يبقى حاسب علاقه بين اكس بين سيتا واكس.
نفس السرعة. لو انت حسبت الزمن اللي خده في القتل هتلاقيه غير زمن. هو طبعا هو بيتحرك ببطء بس انا يعني اسمه بيتحرك ببطء عشان يبان الحركة بتاعته زي. الانجن ميكانيزم
ما بين الكونكتنج رود والبيستون، وبعدين وبعدين بي اللي هو ما بين البيستون والايه والفيكسد لينك، يبقى ار 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 بي. طب الميكانيزم اللي قدامنا ده ايه ده هنا يا شباب؟ روتيشنال. ما بين الدايم والسلايدر روتيشنال، يبقى ار ار. ما بين السلايدر والسلايدر بي، ما بين السلايدر والارض بي، فبيتبقى اسمه ايه؟ ار ار بي بي. ده بنسميه يا شباب دبل سلايدر، يعني في كام سلايدر؟ اثنين سلايدر، دبل سلايدر ميكانيزم. نشوف الحركه بتاعته ازاي. أو ده الكرانك فيكسد لينك، الكرانك سلايدر، والسلايدر التاني اللي هو ده كده. شايفين يا شباب الحركة ازاي؟ السلايدر اللي في النص بيتحرك ازاي؟ حركه شكلها ايه؟ او بيتحرك حركه فيرتيكال، بس مش في خط ثابت، مش كده؟ لان السلوت بتاع السلوت ده بيتحرك يمين وشمال، فمين اللي بيحركه يمين وشمال؟ السلايدر، السلايدر اللي جواه. الكرانك لما بيتحرك فبيزق السلايدر، السلايدر بيشد بقى وبيزقه ناحيه كده. زي ما قلنا ان الميكانيزم اللي بنستخدمه في الماكينات بتاع التستنج بتاع الفايبريشن، لو انا عايز احصل على ايه؟ على ساين لود، فبستخدم له الميكانيزم ده. خامس نوع من انواع الميكانيزمات، في ميكانيزمات بتعمل يا شباب بتعمل لارج ميكانيكال ادفانس، يعني انا اثر بفرصه صغيره اطلع فرصه كبيره. مثال احنا خدناه في اول محاضره، حد فاكره؟ الهيدروليك جاك. الهيدروليك جاك، الهيدروليك جاك عباره عن ايه؟ زي يوتيوب كده، مش كده؟ واحده القطر بتاعها صغير، واحده القطر بتاعها كبير. فانت لو جيت على اللي هي القطر بتاعها صغيره دي اثرت بفرصه صغيره، ها؟ اثرت بريشر صغير كده، البريشر بيساوي ايه؟ او الفرصه بتساوي بريشر في الاريا، فيبقى هنا ايه؟ اثرت بريشر، هيطلع هناك ايه؟ عندك الاريا كبيره، فبالتالي هيطلع الفرص كبير، يعني انت اثر فرصه صغيره طلع فرص كبيره. طبعا معناه ايه ان الفرصه صغيره او كبيره؟ يعني لو انت عايز فرصه صغيره في الاول بتطلع فرصه كبيره، يبقى الاوتبوت فرصه كبيره. معناها ايه؟ الانبوت باور، ايه العلاقه بينها وبين الاوتبوت باور؟ في نسبه بين، هي مش كده؟ لا، وفي شويه لوسز، يعني لو الافشنسي بتاعتنا 100% يبقى الانبوت بتساوي ايه؟ الاوتبوت. يعني ما فيش وقت لسه نقول مثلا الافشنس 95% 90%، في حاجات بتروح فين؟ في الاحتكاك او فالمهم يعني الباور بتساوي ايه؟ الفورس في الفلوستي. الباور بتساوي الفورس في الفلوستي. يبقى لو قلنا الانبوت باور بتساوي الاوتبوت باور، وانا عايز اثر بفرصه صغيره طلع لي فرصه كبيره، يعني عايز اصمم ميكانيزم بيتحرك بسرعه كبيره ويطلع سرعه صغيره. واضح كده؟ يبقى الاصل في تصميم الميكانيزمات اللي هي بتعمل لارج ميكانيكال ادفانشز ان هي يتحرك الانبوت بتاعه بسرعه كبيره والاوت بتاعه يتحرك بسرعه صغيره، بحيث ان في الاخر الباور واحده، الانبوت تساوي الاوتبوت. يبقى لو هنا الفورس الفلوستي، لو هنا الفلوستي كبيره معناها الفورس صغيره، يعني فرصه صغيره هتحركها.
الاوتبوت بيتحرك بفورس بفلوستي واطيه، يعني معناها الفورس ايه؟ عالي. واضح؟ الميكانيكال ادفانشنز اللي بنسميها شباب الفلوستي بتاعت الميكانيكال ادفانشنز هي الفلوستي بتاعت الايه على الفلوستي بتاعت البي. الفلوستي بتاعت الايه اللي هي بتاعت بتاعت الانبوت يعني على الفلوستي بتاعت ايه؟ البي. او العكس بقى، لو عملناها بالفورس يبقى الفورس بتاعت ايه؟ الفورس اللي عند البي لو انا على الاوتبوت على الفورس اللي على الاي. دي بعض الميكانيزمات اللي بتعمل اللارج ميكانيكال ادفانشز. ده مثلا الريفت ماشين، الماشين اللي بتعمل ريفتنج، عارفين البرشمه، اسمها البرشمه. هنا بيتحرك الكرانك فبيدي هنا ايه؟ بيدي هنا فرصه كبيره جدا فبيبدا يعمل عمليه البرشمه. كل الحاجات يا شباب، كل الحاجات اللي احنا بنرسمها هنا ديت، انت مطلوب منك انك تدور على حاجات انيميشن لها، يعني هتدخل على النت وتكتب اسم الماشين هيطلع لك الماشين وبتتحرك ازاي. طب هنا ايه؟ الكراشر، ستون كراشر، عبارة عن فور بار ميكانيزم، فور بار ميكانيزم، وفي الآخر هنا في ايه؟ في اوسيليتنج لينك، ويحط الحجارة هنا، ده بيتحرك كده، فبيأثر هنا الفرصة ايه؟ كبيرة تكسر الحجارة دي. هنشوف بعض الابلكيشن زي عارفين ايه ده شباب؟ الكرينج. ايوه بالظبط كده. انت المفروض ايه؟ بتحرك الباور سكرو ده فبيأثر يبدا ايه؟ يرفع العربيه من هنا كده، يرفع العربيه كده، فانت بتحول حركه دورانيه الى حركه خطيه وبد بإيدك، يعني بتحرك الكلام ده بتلاقي نفسك ايه؟ بترفع العربيه علشان هو ده لما يكون مفوت يعمل كده. تمام كده يا شباب؟ عارفين عامل زي ديت؟ عارفين كسرت البندق؟ عارفين البندق ولا مش عارفين؟ كسرت البندق؟ احنا خدنا مجموعه من الميكانيزمات. الهدف من الميكانيزمات دي يا شباب، احنا هنحفظ الكلام ده ولا ايه؟ هنحفظ الميكانيزمات دي؟ يعني في ميكانيزم زي الفور بار ميكانيزم، الانجن ميكانيزم، الشيبر ميكانيزم، دي حاجات احنا ايه؟ مطلوب ان احنا نكون عارفينها بالتفاصيل بتاعتها. لكن الهدف من مجموعه الناس اللي احنا بنسال دي ان انت يبقى عندك فكره في ميكانيزم بتاع
ميكانيزمات ممكن تعمل ايه، بحيث ان انت لو عايز تصمم حاجه لك في ذهنك، عايز تطلع منتج معين او حاجه معينه، يبقى هتاخد ايه؟ مجموعه من الالجوريزم دي تركبها على بعضها وتطلع ايه؟ الحركه المطلوبه. الميكانيزمات اللي خدناها لغايه دلوقتي الفور بار ميكانيزم، وخدنا الابلكيشن بتاعته، الانجن ميكانيزم وبرضه الابلكيشن بتاعته، الكويك ريتيرن موشن ميكانيزم، السكوتش يوك ميكانيزم، اللارج ميكانيكال ادفانشز ميكانيزم. هناخد دلوقتي الاولد هام كابلنج. ايه الكابلنج؟ يعني ايه كابلنج يا شباب؟ الكابلنج ده هو عباره عن وصله ما بين ايه وايه؟ ما بين تو شورتس. نفترض مثلا عندك موتور طلع منه شافت اهوت كده، وعندك بمب او ماشين ايا كان شكل الماشين ديت، وعايز توصل ده لده. الموتور طبعا هتوصله بالكهرباء، هيحرك لك ده كده. انا عايز الف ده كمان معاه، نوصلهم ازاي؟ نوصلهم بكابلنج. الوصله اللي ما بينهم بنسميها كابلنج. ابسط انواع الكابلنج اللي هو بنسميه ريجيد كابلنج، يمكن انتوا خدتوا لوحه منها في الرسم. طيب مش مشكله. ابسط انواع الكابلنج يا شباب هو بنسميه ريجيد كابلنج، بيبقى عباره عن فلانجتين. الفلانجه تبقى كده بالمنظر ده كده، دي الفلانجه. هنعمل ايه؟ هندخل احد الشفت هنا كده، ويبقى هنا في اسمه ايه ده؟ كي. بنحط كي عشان يبقى الفلانجه والشفت كانهم ايه؟ حته واحده. ونجيب فلانجه زيها بالظبط مناسبه لها فين؟ مقابله لها كده. فيها نفس التالي. ونثبت دي فين؟ نثبتها على الماشين. يبقى ده الموتور ودي الماشين. طب انا خلاص ثبتت دي هنا وثبتت دي هنا، نعمل ايه بقى دول؟ نربطهم مع بعض بشويه ايه؟ ثرو بولتس، شويه مصابيح. يعني طبعا بيبقى فيه مثلا أربعة أو ستة أو ثمانية أو 12 مسمار على حسب الباور اللي أنت بتنقلها قد إيه. فبنحط نربطهم بشوية مسامير، فدلوقتي لو الموتور اتحرك هيحرك مع مين؟ الماشين. ده اسمه إيه؟ اسمه ريجيد كابلنج. إيه بقى الأولد هام كابلنج؟ الأولد هام كابلنج عبارة عن في شرط هنا يا شباب، إن عشان أوصل الكلام ده بريجيد كابلنج، إن يكون السنتر لاين بتاع الشافت ده هو نفسه السنتر لاين بتاع الشافت ده. طب نفترض ان مثلا في شافت كده هنا يا شباب وفي شافت كده، فنوصل الحركه من ده لده ازاي؟ ممكن ايه؟ تو جيرز، نحط جير هنا وجير هنا، نقعد ننقل الحركه من ده لده. طيب لو المسافه كبيره شويه، ده وده، ممكن نعمل ايه؟ بلت اللي هو السير. طيب لو المسافة كده، يعني ده السنتر لاين بتاعي وده السنتر لاين التاني، يعني مسافة صغيرة جدا مثلا نص سنتي ولا سنتي ولا أقل من كده، ينفع نحط بلت؟ ينفع نحط جيرز؟ لا طبعا. طب نعمل إيه بقى؟ نستخدم الأولد هام كابلنج. نستخدم الأولد هام كابلنج. يبقى الاولد هام كابلنج بيستخدم في توصيل بين تو شافتس ما بينهم سمول
ميس الاينمنت. المسافه بين السنتر لاين والسنتر لاين بنسميها الميس الاينمنت. فلو في ميس الاينمنت صغيره بنستخدم الاولدهام كابلنج. الاولدهام كابلنج عباره عن ثلاث فلانجات. الريشيف كابلنج قلنا فلانجتين، ده عباره عن ثلاث فلانجات. فلانجاي هيد طبعا في فتحه هنا بندخل فيها الشافت مع بي كي. الفلانجاي دي فيها ايه يا شباب؟ فيها سلوت اهو. وفي فلانجاي ناحيه اليمين زيها بالظبط مماثله تماما، فيها برضه ايه؟ سلوت. وفي فلانجاي في النص فيها ايه؟ فيها لسان كده طالع من هنا يعني بروز من هنا وبروز من هنا، بحيث ايه؟ ان البروز ده يدخل فين؟ في السلوت ده، والبروز ده يدخل في السلوت ده. وبنخلي بقى في التصميم بتاعها ان البروزين دول على انجل كام؟ 90 درجه، على انجل 90 درجه. لما يبدا بقى يتحرك هيحرك معاه ده في نفس المكان، ده مش هيطلع وينزل، ده اللي هو متصل بالماشين. فمين اللي هيتحرك يطلع وينزل؟ الفلانجه اللي في النص، الفلانجه اللي في النص. هنشوف الحركه بتاعتهم ازاي دلوقتي. شايفين مين اللي بياخد الاكسنتريستي او الناس الانت الموجوده؟ الفرنجه اللي في النص، الفرنجه اللي في النص. هنشوف لها فيديو تاني اوضح شويه.
الاثنين شفت بيدوروا؟ لا طبعا هيدوروا بنفس السرعه. ايه اللي هيقلل السرعه يا شباب؟ يعني مثلا في الرسمه اللي احنا عملناها هنا دي، هل ده هيدور بنفس السرعه ولا بسرعه مختلفه؟ نفس السرعه طبعا. طب في الاون هام كابلنج بنفس السرعه، مفيش اي حاجه تغير السرعه. الميكانيزم السابع الاوبتيكال ترافل، ده ميكانيزم برضه من النوع اللي هو ايه؟ دبل سلايدر. دبل سلايدر والاولد هام كابلنج من النوع اللي هو دبل سلايدر، في اثنين ايه سلوتس فبيعمل سلايدنج هنا وسلايدنج هنا. ده برضه من نوع دبل سلايدر، عباره عن ايه ده؟ عباره عن تو سلايدرز وفيكس لينك، في سلوت كده وسلوت كده ولينك واللينك ده بنمد شويه. اي نقطة على اللينك اللي هو واصل بين التو سلايدرز دول لو حطيت فيها بن مثلا قلم هتلاقي ترسم ايه؟ الليبس. فالميكانيزم ده بنستخدمه في رسم الليبس. وحرسل خلي النقطه دي ترسم ونيل
والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. حاسب كام إليبس؟ 8. هنشوف كده الحركة دي. بس عايز اقول لك ان اي نقطة على اللينك اللي وصل بين التوصلات بتعمل ايه؟ بتعمل الامس ما عدا نقطة واحدة بس اللي بتعمل سيركل، واحنا احنا قلنا ان هي امس برضو بس سبيشال امس اللي هو النقطة اللي في المنتصف دي. نقطة منتصف المسافة بين التو سلايدرز. موشن ميكانيزم، البارل موشن ميكانيزم هي هو مش ميكانيزم انما هو آلة مساعدة بنخلي لو عندك ميكانيزم مثلا فور بار ميكانيزم النقطة على الكابلر بترسم ايه يا شباب؟ ترسم كيرف معين. لو انا عايز اعمل ماجنيفيكيشن للكيرف ده عايز اكبره عايز يرسم لي الكيرف ده كبير شوية ضعف او صغير شويه النص فبعمل ايه؟ بوصل حاجه على الفور بار ميكانيزم بنسميها البانتوجراف يبقى البانتوجراف او البارالل موشن ميكانيزم ده عباره عن ايه؟ حاجه بتوصل على الميكانيزم الاصلي علشان تعمل تكبير او تصغير للحركه بتاعت نقطه معينه. هنشوف ازاي الكلام ده بيتعمل. عايزين مسار النقطة دي نكبره مرتين، يعني يبقى الريشيو بتاعتي عندي واحد إلى كام؟ إلى اثنين. النقطة اللي هي مثلا نقطة سي بتعمل مسار معين، تعمل مسار معين. أنا عايز المسار ده يترسم حجمه مضروب في اثنين أو مساحته يعني مضروب في اثنين. نعمل إيه؟ بنوصل على الميكانيزم ده بانتوجراف. ايه البانتوجراف ده؟ اول حاجه النقطه دي بنحط هنا ايه؟ هنج كده. نوصل ده الانبوت لينك. الاويل هو الانبوت لينك. السنتر اوف روتيشن بتاع الانبوت لينك هو روتت او. فبنوصل الاويل بالسي ونمدها كده. واجيب هنا نقطة هسميها نقطة بي، وبقول بقى ان نقطة بي هي اللي هترسم لي المسار المضروب في اثنين بتاع نقطة سي ده. طب نقطة بي ايه مسافتها؟ لازم تكون الريشيو ما بين او سي على او بي واحد الى كام؟ اثنين. يعني المسافة دي واحد دي تبقى كام؟ اثنين. واضح يا شباب؟ ده انا ما حطيتش لينكات لسه، ده مجرد بس ايه؟ خط. انا بقول بقى نقطة بي هي اللي هترسم لي ضعف نقطة سي. نعمل بقى الميكانيزم ازاي؟
الميكانيزم هيبقى عباره عن ايه؟ نيجي هنا عند نقطه دي ونرسم لينك، نرسم لينك موازي لللينك اللي عليه نقطه سي. من عند نقطه دي دي هنرسم لينك موازي لمين؟ لللينك اللي عليه نقطه سي اللي هو لينك مين؟ اي بي. هنرسم موازي لللينك اي بي لغايه ما تقاطع مع الانبوت لينك ونحط هنا ايه؟ نفس. حطيت كام لينك لغايه دلوقتي يا شباب؟ لينكين، اللينك ده واللينك ده. بس خد بالك ان الـ O A مثلا E ده لينك واحد، يعني انا بديت بس ايه؟ الانبوت لينك تقاطع مع اللينك اللي انا هعمله من هنا في نقطة E. واجي عند نقطة C، نفس اللي انا حطيته عند نقطة C، ارسم منه موازي للانبوت لينك. ارسم منه موازي للانبوت لينك كده، واحط هنا ايه؟ نفصل من نقطة F. اللي انا حطيته دلوقتي اللي هو ايه؟ O E F C B ده اسمه ايه؟ البنتوجراف. اسمه البنتوجراف. ده اللي انا اضفته على الميكانيزم الاصلي عشان يكبر لي الحركه بتاعته نسبة كام؟ 1 لـ2. لو بدأنا بقى نحرك ده كده خط واحد لينك واحد. طب اتحرك في دايرة، ابدأ قسم الدايرة. الوضع الجديد ده ده بيتحرك فيه يا شباب؟ يا اما في دايرة يا اما في ارك على حسب هو ايه؟ كرانك روكر ولا دبل روكر ولا دبل كرانك، ايا كان يعني. في الوضع الجديد ده هنجيب نقطة B، نجيبها ازاي؟ فتحة تساوي كام؟ اللي كان بيسألني في الأول احنا عايزين مسألة مش نفتح هنا فتحة تساوي AB نقطع هنا بقى. ده الوقت ده الـ A B B داش اهي وهنا A داش. في نقطة C، نقطة C في المنتصف مثلا، نرسم هنا بقى يا شباب و مد ده كده هنجيب نقطة E، وبعدين من نقطة C الجديدة ارسم موازي لها هديلك، وارسم هنا موازي للينك AB هديلك نقطة F، وصلها شوية مدها شوية هتجيب نقطة E بالأطوال دي، يبقى جبت نقطة B الجديدة أو B داش. أنا واخد دلوقتي الوضع ده. دي نقطة إيه ده مالناش؟ ده وضع جديد. عايز أجيب نقطة البي. ها؟ افتح فتحة تساوي كام؟ إيه بي. وقطع الأرك اللي هنا أو السيركل اللي هنا. يبقى ده كده ايه؟ بي دبل داش، وطبعا هيبقى ده مين؟ اللينك الرابع. في نقطة سي، نقطة سي في المنتصف هنا ايه؟ دي سي دبل داش. عايز اجيب نقطة بي دبل داش. او اي هنا ده ايه؟ نقطة اي اللي هي بتعمل ايه حوالين ده يا شباب؟ سيركل برضه، يعني انت كنت ممكن ترسم الاول سيركل ديت وتمد ده لغايه ما يقطع السيركل دي، يبقى نقطة اي دبل داش. من نقطة سي دبل داش ارسم كده، ومن النقطة ديت ارسم ايه؟ موازي للاي دبل داش بي دبل داش، هيطلع لك كده في نقطة ايه؟ اف دبل داش. نعم. البي حركة البي. نقطة سي هي اللي بترسم المسار المطلوب، المسار اللي عندي اللي عايز اكبره. انا بجيب دلوقتي نقطة ايه؟ بي. دي نقطة بي، دي نقطة بي داش، دي نقطة بي دبل داش. في كل مرة هجيب نقطة البي، وصل نقطة البي دي مع بعضها هيدي لك ايه؟
المسار المطلوب، المسار المكبر اللي انت عايز تحطه ده اسمه يا شباب؟ الجزم ده؟ نعم. مكبر مسار نقطة معينة. المسار ده احنا ممكن نستفيد منه في ايه؟ لما هناخد بعد كده الابلكيشن بتاعت الستريت لاين ميكانيزم هنشوف ازاي ممكن مسار نقطة على الكبرى نستخدمها في يعني جاي يعني. دكتور وصف، هو بالنسبة للـ A double dash، الـ A double dash، الـ A double dash حددت مكانها على الدايرة منين بالظبط؟ مش انا في الاول بعمل ايه في الدايره دي؟ ايوه ده بقسمها 360 درجه كل 10 درجات. خدت الرابع الاولاني الثاني الثالث الرابع وصلت النقطه دي. في كل مره بعمل ايه؟ بعمل نفس العمل ده. بحس ان انا اجيب في النهايه ايه؟ مجموعه من النقط البي وصل بيها هيجي لك المسار المطلوب. 10 درجات كل 10 درجات كل 15 درجه على حسب درجه الدقه اللي انت عايزها. طبعا احنا زي ما شايفين في لما بعمل برنامج على البتلاي ولا بتاع بخلي الانجل كام؟ انا اللي بحسب هو اللي بيحسب فهنخليها اقل من الدرجه نخليها درجه خليها نص درجه خليها 11 درجه. هناخد البانك جراف برضه مره ثانيه بس على ايه؟ على انجل ميكانيزم. نعم. جبت الاي برسم من السي دبل داش موازي للانبوت لينك ومن الاي موازي للنقطه لللينك اللي عليه نقطه سي يدي لك نقطه ايه؟ اف مدها بالطول بتاعها يدي لك نقطه بي. لو عايزين نعمل الكلام ده مثلا على انجن ميكانيزم يا شباب عايزين نعمل الكلام ده على انجن ميكانيزم عايزين نكبر او نصغر طبعا. طب لو عايزين نصغر هنعمل ايه؟ هنجيبها بالنص. عايزين نصغر مسار النقطه دي اهي نقطه سي ادي او اي بي ودي نقطه سي وعايز نصغر مسارها النص اجيب دي في النص يبقى هعمل ايه يا شباب؟ هوصل الاو سي واجيب نقطة هنا بحيث ان تقسم او سي على او بي 2 لواحدة يبقى نقطة بي دي ايه؟ هترسم لي مسار نص او التلت مثلا يبقى 3 لواحد. جبت النقطة بي يلا اللي عارف الخطوات بنعمل ايه بعدها؟ نرسم موازي للينك اللي عليه نقطة سي يعني موازي لمين؟ ليه بي؟ نرسم موازي كده. لغايه ما يقطع مين؟ اللي هو ايه في نقطه ام؟ امتداده طبعا، لو كانت نقطه بي فوق كان هيقطع امتداده. دي نقطه مين؟ اللي سميناها ايه؟ مش كده؟ وبعدين نيجي من عند نقطه سي نرسم موازي للاو ايه؟ لغايه ما يقطع مين؟ الاي بي. يبقى نرسم من هنا موازي لغايه ما يقطع ده يبقى دي ايه؟ اف نقطة اف اف. طبعا في الحالة اللي فاتت كان نقطة بي فين يا شباب؟ بره خارج الاي اف دلوقتي هي ايه؟ موجودة على الاي اف نفسه. فين البانتو جراف بقى اللي انا حطيته؟ اللي هو ده اهو كده الميكانيزم اللي عندي علشان يكبر لي او يصغر لي مسار نقطه معينه. دكتور السي محترف اهي السي محترف اهي حته انت عايز تكبر مسار مين؟ نقطه على كونكت جرود اي نقطه؟ انت اللي تحدد يعني انت عايز تكبر المسار النقطه اللي هي على بعد دلت من البتاع هي نقطه سي عندك اصلا. ايه
ان شاء الله المره الجايه نبدا ستريت لاين كده.